مساء الخير. رغم الألم ورغم الحرتقات ورغم كل شيء عم بيصير بالبلد، بعده لبنان عم بيسجل اسمه عالميا. نادي ساتليتي فيترون حفر اسمه بالجينيس بوك للأرقام القياسية بعد ما نال شهادة كالنادي الوحيد بالعالم يلي حافظ على بطولة بلاده للووتر بولو لمدة 15 سنة. هيدا الإنجاز تبلغه النادي الأسبوع الماضي، لكن بسبب الأحوال اللي كان عم بيعيشها البلد مر مرور الكرام، لكن مش عنا. اليوم رح نستضيف بالجزء الأول من ريبلاي كابتن الفريق وليد كنعان ونجم الفريق والغني عن التعريف سيفاك ديمرجيان، تنحكي نحن وياهم بالجزء الأول عن هالإنجاز، عن لعبة الووتر بولو، عن نادي ساتليتي. وبالجزء الثاني رح يكون معنا الأمين العام للاتحاد اللبناني لألعاب القوى بالوكالة كاتيا راشد، رح نحكي نحن وياها أيضا عن السباق الافتراضي بالألترا ماراثون يلي صار الأحد الماضي، كان عالمي وشارك فيه 17 عداء من لبنان، تحية لشهداء مرفق بيروت. مساء الخير وليد وسيفاك. بونسوار، بحييك اليوم بحيي المشاهدين. يعطيكم العافية. أول شيء بدنا نقول لكم الحمد لله على السلامة، إن شاء الله ما يكون حدا من عائلة النادي أو من عائلة الرياضة مصاب بكورونا، وبدنا نقول لكم مبروك على هيدا الإنجاز. وليد، بدي بلش معك، شو رأيك بدخول نادي ساتليتي الجينيس بوك؟ هيدا إنجاز كبير مثل ما أنت قلت بأول المقدمة، وهيدا الإنجاز صراحة بيعود لعدة أسباب. أول شيء نحن كنادي بصراحة من الأندية القليلة بالووتر بولو بالمنطقة يلي عندها إدارة فعلاً عم بتشجع هيدي اللعبة، صلى سنين وسنين يعني معتبرة لعبة الووتر بولو بنادي الساتليتي بمجمع الساتليتي أولوية، وصراحة هو بمجرد أنه اللعبة موجودة بهيدا المجمع نحن عم بيكون في عنا أجيال جيل ولا جيل عم بيتمرنوا ووتر بولو، بالأخص بخلال فترة الصيف تمرين متواصل. تعرف أنت هيدي اللعبة كتير قاسية، صعب كتير أنه الولد يلي عم يبلش يلعب هيدي اللعبة مع التعب يلي بحسه بكل تمرين أنه يضل مكمل على فترة طويلة، بس لما بيقطع هاي الفترة بيضل مكمل. مشان هيك نحن الاستمرارية هي اللي أنتجت لقب ورا لقب، وهي اللي خلتنا بعد 15 سنة نضلنا محافظين على اللقب بشكل متواصل، وهذا الشيء وصلنا لنحرز هالإنجاز مع الجينيس وورلد ريكورد يلي اعترفوا بهيدا الرقم القياسي إذا بدك، ونحن النادي الوحيد لليوم يلي عمل هيدا الإنجاز. ايه مبروك اكيد. سيفاك، انت كنجم رياضي معروف بعالم السباحه، معروف بالغطس، معروف بالووتر بولو، رياضي رقم واحد، شو بيعني لك هيدا الانجاز؟ وانت يعني ايدول بالنسبه للجيل الجديد بهيدي اللعبه، شو بتقول لهم؟ ولا جينيس بوك شغله كثير كبيره، انه بدها ديديكيشن كثير، مثل ما قال وليد انه نحن عندنا هدول الجينيراسيون يلي كلنا عم نتابع بعضنا ونحمس بعضنا، وهي اهم شيء الاستمراريه. اليوم لتقدر تربح 15 سنه ورا بعضهم بطوله منا هينه، يعني منا كلمه بتتم، لانه في اقل دعسه ناقصه انت بطل فيك تكون بالجينيس بوك، جينيس وورلد ريكورد. بقى شغله منيحه للريكورد، كثير منيح من انجازات يلي عملتهم، واد فاليو هالشغله لانه هيدي مش دائما بتتكرر يعني. بس بفضل بيرجع للنادي كمان، لانه النادي دائما، نادي الساتليتي دائما ورانا على الدعسه ونحن معه على الدعسه. سيفاك، هيدا الانجاز او الدخول للجينيس بوك اوف ريكورد بيعطيك، بحملك تقل للمستقبل، ولا انت مفكر انه بعد فتره تعتزل هيدي اللعبه، تروح للتدريب، تكتشف مواهب فيها؟ لانه بصراحه بلبنان قليل لاعبي الووتر بولو. هيدا الشغله بالعكس ما بحط علي بريشر، بس بحط علي بريشر لانه انا بدي احط بريشر على ابني. هيدا الشيء يلي بدي، هيدا البريشر يلي بفتكر انه راح نعيشهم، وان شاء الله خير. يعني انا بس بحب اقول شغله من هون، من عندك، انه الناس والعالم يتذكروا هيدا الاسم لوكاس ديمرجيان،
ان شاء الله الله يعطينا ايام حلوه وايام يعطينا القدره لانه يعمل نتيجه احسن من بيو. يعني هلا لهلا انا ما بعرف شيء عن لوكاس، بس صعب انه يكسر ارقام بالسباحه ويروح على الووتر بولو. يعني ان شاء الله هن بيقولوا فرخ البط عويم، ان شاء الله يكون عويم. وليد، نادي ساتيليتي تاسس يا 95 يا 96 ما بتذكر مزبوط، بس هو من النوادي الحديثه العهد. عندكم ووتر بولو نمبر 1، عندكم سباحه وعندكم باسكت بول. ليش هالاداره بس حاطة جهدها كله على لعبة الووتر بولو يلي بصراحة لا في تغطية إعلامية إلا فيما ندر؟ يعني ما في شيء، ما فيها لا نقل تلفزيوني ولا وهج ولا شيء. ليش مصرين على الووتر بولو؟ صراحة هي يلي إذا بدك الدرايف أو الدافع يلي عم بيخلي النادي دائما عم بيدعم هذه اللعبة، لأنه من الأول ما تأسس على أساس الووتر بولو، ما كان في بعد باسكت، ما كان في بينج بونج، ما كان في كل الألعاب الباقية. دونك الأساس كان الووتر بولو. كان في مجموعة من الشباب بلشت تلعب هيدي اللعبة وحبتها وتعلقت فيها، هي المجموعة المؤسسة إذا بدك. ولما كان في بوقتها بال 95 96 بهالفترة كان في بطولة ووتر بولو كانت كبيرة بلبنان، يعني كان في أكثر من 12 نادي عم بيشارك بالبطولة. حبينا نحن يكون عندنا يعني دور بالمنافسة، والنادي تأسس على هذا الأساس. ولما تأسس النادي شفنا أنه تنقدر نتطور هذه اللعبة بدها مدربين من برا عندهم خبرات عالمية، مشان هيك كمان ما توقف النادي بس على اللاعبين المحلية. بفترة من الفترات اجوا لاعبين من روسيا، من روسيا البيضاء، من انجلترا، من استراليا، من مصر. كل من مصر، من سوريا، اجوا ولعبوا مع الفريق وشاركوا بالبطوله، وشاركنا بكثير بطولات برات لبنان. نحن اخذنا ميداليه برونزيه ببطوله دبي الدوليه، وبالبطولات العربيه في بطولات احرزنا فيها مراكز كثير متقدمه. بال 2002 كنا رابعين بالبطوله العربيه، وحتى شاركنا ببطوله اسيا وكنا من اهم 7 فرق، وسباك طلع الثاني هداف بهيدي البطوله. دونك كان في انجازات مش بس بلبنان، برات لبنان. مثل ما انت قلت لعبه اسيا، بس نحن والاداره النادي وعلى راسهم البريزيدان ميشيل حبشي مأمنين، حتى اداره المجمع مأمنه باهميه هاللعبه. لعبه الووتر بولو بالساتيليتي ما بعرف اذا في استعمل كلمه مقدسه عند كل سكان مجمع الساتيليتي، يعني بيعطوها برايورتي. اي مشكله معقوله تكون فوق بيشيلوها على جنب كرمال هيدا النادي وكرمال هالفريق. دونك هيدا الشيء نحن بصراحه يعني ما فينا غير ما نقدره، ما فينا غير ما نستعمله كدافع لنضلنا عم نستمر لقدام، ونضلنا عم ندرب جيل ورا جيل مشان نضل مستمرين بهاللعبه ونضلنا معايشين هاللعبه بلبنان. رح اسالك بعد شوي كم سؤال عن الناشئين، بس بدي اسال سيفاك، يعني ما زهقت من 15 سنه بطل لبنان بظل وجود انديه اجت وراحت؟ بنذكر رمال النجاح، هوليدي بيتش، بعده ابناء الخليج بطل موجود، بودا، الصفرة، اخر شيء 1875 تبع الجامعه اليسوعيه. ما زهق سيفاك ورفقاته من انه كل سنه نربح بطوله لبنان؟ والله صراحه حق عليه. هو كل سنه بقول انه هي اخر سنه، بيرجع بيطلع فيي بيقول لي ليك خلينا نلعب بعد سنه. طيب بقول له اوكي يلا بنلعب بعد سنه. سنه اللي بعدها بنقول له ليك خلص خلصنا هي اخر سنه. طيب بيقول لي ليك خلينا نلعب بعد سنه، سنه ورا سنه. ليك صراحه مش قصه انه زائد، بالعكس اليوم في تارجت وهدف واهداف، بس نوصل دائما وي سيت نيو تارجت. اهم شيء انه يكون في عندك الموتيفيشن، وكثر خير الله بعد صحتنا منيحه. صحيح انه عم نكبر بالعمر، بس بعد في المنتل تفنس موجود كتريننج، كتشامبيون شيب، كويننج، ويننج سبيريت، ويننج. هيدي رغم سيفاك، رغم ال 15 لقب، كل هدول بعدهم عندك؟ يعني بعد عندك هيدي اللهفه للربح؟ صراحة لهفة الربح هي موجودة بالجينيتكس، بتصور، لأنه لو مش موجودة بالجينيتكس ما بفتكر
بفكر انه كنا كفينا لهالقد لهلا، بس يعني طول ما عم بقدر اعطي، طول ما عم بقدر اتمرن، طول ما بطلع بوديوم بطلع ابني على كتفاتي تيشوف تيكفي هيدا الخط السبور تما يشرد لغير محلات، بعدني بقدر اعمل هيدا الشيء كرماله كرمال لوكاس، لانه بدي يكون يمشي على هيدا الطريق. سو بفتكر انه هيدا واحد من الاسباب انه بعدني مكفى. وبعدين غير هيك، بس اقول لك انه في عندي حد الووتر بولو في البطولات الماسترز ان سويمينج هون كمان عم بربح كثير بطولات بالماسترز انترناشونال ليفل، يعني كمان انه بعد في عنا الويل، وان شاء الله خير، ان شاء الله نكفي، ما بعرف لقد ايه، بس انه ان شاء الله خير. اكيد يعني بعرف انه انت من الابطال يلي تركوا بصمه بعالم الرياضه اللبنانيه، وبعرف قد ايه تعبت حتى وصلت لهون. عم تحكي عن لوكاس، ما بعرف اذا رح يكون عنده نفس النظره للعبه الووتر بولو، لانه مثل ما قلنا انه لعبه صعبه وما فيها اهتمام، يعني العالم كانوا يروحوا على الباسكت بول لانه ميدياتيك اكثر، بيشوفوها الناس ببيوتهم. لعبة الووتر بولو ما أخذت حقها بلبنان، مع هيدا وكله أنت عم تبعت ابنك على هيدي الطريق الصعبة؟ نو أنا ما بدي يكون هلأ ووتر بولو بلاير، أنا بدي أول شيء يكون سوامر، بدي سبيح. هلأ هو عم بيعمل جيملاستيك، لوكاس عمره 4 سنين، عم بيعمل جيملاستيك، بلش معه كتير صح، he's very serious and dedicated. وبدي يكون سومر. هلا من بعد هونيك ستيب باي ستيب جرادولي، يعني اي دونت ونت، ما بدي حد بريشر عليه، بس انه بفتكر انه هو ينقي اكيد رح يطلع مثل بيو. وليد، انطلاقا من يلي عم نحكي عن ابن 4 سنين او بي بحب هاللعبه، ابنه رح يطلع بحبها، كيف عم تقدروا تلاقوا لاعبين للووتر بولو؟ لانه مثل ما قلت هيدي لعبه متروكه، الاهتمام الاعلامي فيها منه كتير قوي، وهي لعبه فصليه، يعني شهرين ثلاثه بالسنه بتنلعب. كيف عم تقدروا تلاقوا نيو جينيريشن بالووتر بولو؟ انا رح جاوبك لي ب اذا بدك شقين. اول بارت يلي هو له علاقه ب اذا بدك طبيعه مجمع الساتيليتي، هو مجمع العيال كلها بتجتمع فيه لعتله اشهر بالصيفيه، يعني عم تحكي فوق الألف عائلة، وفي ولاد موجودين بهالمجمع ما عندهم تشويسز غير يا بدهم يسبحوا أو بدهم يلعبوا باسكت. دونك نحن كل سنة عم نتعاقد مع مدرب دولي عم يجي، شغلته أنه يدرب الولاد، مين ما حدا مين ما بيحب من الولاد يجي يتسجل ليفوت يتدرب فور فري بلاش، ما عم ندفع حدا مصاري. هيدا عم بيكون حافز للاهل كمان، لانه مثل ما قال سيفاك لازم دائما الاولاد يتوجهوا على الرياضه قبل اي شيء ثاني، وخاصه اليوم هيدا الجيل الجديد كثير صعب تقنع الواحد يحط الايباد على جنب مشان لا ينزل على المسبح. اليوم نحن بالساتيليتي في عندنا فئات اعمار، عم نبلش من الجونيور يعني البيجنرز، وبنرجع عنا الجونيور يلي هن اذا بدك عندهم سنتين ثلاثه خبره، وعنا الفريق اللي عم بيشارك بالبطوله الاعمارهم بين ال 18 وال 20s، بيكونوا في شويه سينيورز معهم، وعنا الفريق الماستر يلي مثل سيفاك مثلي، في كثير شباب بعدهم باعمارنا عم يستمروا بهالكاتيجوري اللي هي الماسترز، وعم نشارك ببطولات برا اندر ماسترز. هيدا اول بارت. ثاني بارت هي مشكله مثل ما انت عم بتقول لي، هي 3 اشهر بالصيفيه بس. هلا نحن الاداره عم تدعمنا مشان لنقدر نتدرب بالشتويه كمان، وفي انديه ثانيه كمان عم تتدرب بالشتويه، بس المسابح اللي موجوده بلبنان ما مجهزه لتكون مسابح ووتر بولو. عندنا مسبح واحد كنا متاملين فيه انه يجهز، وبعرف انه الاتحاد اللبناني كان عم يشتغل كثير على هذا الموضوع، الاتحاد اللبناني للسباحه يلي هو المسبح الاولمبي، هذا المسبح الاولمبي الوحيد يلي هو كفرد يلي بيمشي بالشتويه كمان. هيدا بعد لليوم ما خلص، نحط وضع اساس من اكثر من ساوث سين
بال 99 99 يعني هو 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 خلص وليد، بس مواصفاته ما عادوا ماشيين، خلص من بعد ما خلصت مواصفات ان كان السباحه وان كان الوتر بولو. يعني هذا لبنان، بعرف الوجع اللي عندك ايه، بس عم بتقول شغله كثير مهمه وعم بتقول لي انه نحن عندنا فئات عمريه. يعني في فرق اليوم عم بتقول انه ساتيليتي مسيطر على هيدي اللعبه، ف واللعبه عم ترجع لورا. يعني قلت لي في 12 نادي كانوا افتكر صاروا 4 أو 5 وماكسيموم 6 بينافسوا على البطوله. ما بتحسوا انه هاللعبه ما يعني ما لازم يكون في هيدا الدافع كله بهيدي اللعبه؟ انا برايي لي انه لو عندنا هيدا المسبح مجهز، هو اللي هو مسبح دبي، هيدا بيساعد كمان التلفزيون، بيشجع كمان الاعلام والتلفزيونات انه يكونوا من وقت لوقت عم بينقلوا بشكل مباشر مباريات. بتعرف نحن اليوم التلفزيون هو اذا بدك الدافع الرئيسي لاي شاب او لاي ولد انه يتحمس يفوت برياضه معينه. الباسكت بول اخذت حقها كثير، حتى الباسكت بول تخطت الفوتبول بلبنان من وراء التلفزيون والتغطيه الاعلاميه. صحيح، صار في ملاعب كثير، صار في تشجيع كثير، صار في لاعبين عم يقبضوا معاشات. يعني صار مستوى البروفيشناليزم بهاللعبه من وراء التلفزيون والتغطيه الاعلاميه يلي حصلت عليها. لو هيدا المسبح موجود، مش بس التلفزيون بيتحمس، كمان الاتحاد والانديه بتتحمس انه تنظم بطولات عالميه، يمكن بطولات عربيه بس كمان عالميه، نستقبل فيها فرق، نعمل بطولات بالشتويه. هيدي بتخلي اللعبه تنمى اكثر وتشجع الانديه اللي بتنتمي لاتحاد السباحه انه تشجع الوتر بولو ضمن انديتها، لانه بتعرف في فوق ال 20 نادي، ما بعرف العدد قد ايه، اللي هن بينتموا لعائله اتحاد السباحه، بس 6 منهم عندهم كوميتمنت للوتر بولو. صحيح، ما انت قلت لازم الكل يكون عنده كوميتمنت، بس قله الاهتمام بفتكر تجي من وراء هالفاكتورز اللي قلت لك عنه. طيب بالنسبه لسيفاك اليوم، هيدا النادي وصل لهون، بس رهجت هيدا الانجاز راح بظل الظروف اللي عم بعيشها البلد. اكيد كلنا كنا بنتمنى انه تكون بغير ظروف لنحتفل فيكم ونحتفل بانجازكم. اليوم سيفاك بتلاقي انه هالانجاز رح يخليكم تقربوا اكثر لقدام، رح يخلي نوادي ثانيه تجرب تعمل يلي انتم عملتوه مع انه هو شيء كثير صعب، ولا رح يستسلموا انه خلص ساتيليتي عمل ما بقى عندنا امل نروح على الجينيس بوك؟ بتقول لك شغله، نحن عندنا شغله بالبرنسبلز تبعنا، ما في شيء بيوقفنا. هي هالحاله اللي عايشينها اتس تمبرري، ما رح نضلنا هيك، حتى لبنان يعني ما رح يبقى هيك، ديفينتلي رح نطلع من هالوضع. وبقيه الفرق they need to plan. نحن الاساس يلي وصلنا لهون هي لانه النادي ورانا، نادي ولا نهار طلبنا شيء من النادي الساتيليتي، ما كانوا موجودين. مع انه انتم مش محترفين، انتم هواد. صح صح، نحن هواد، بس ولا مره النادي تركنا، ولا مره كان نادي الساتيليتي نطلب شيء منه، ما كان دغري الاوكي بيجي على التليفون، مش انه لا بدنا نروح نجتمع النادي والاداره وتناخد اذن، لا اون ذا سبوت كنا ناخذ الاوكي. سو اليوم في شغل وصلنا لهالنتيجة، إنه صار في كتير تعب وشغل وجهد، وبالنهاية إنه توصلنا لهالنتيجة، إنه ما لنا شغلة هينة أكيد، وبقيت النادي إنه بدهم يشتغلوا على حالهم كمان، إنه ما فيك توصل، ما لنا كبسة زر. اليوم بدك تحضر مثل كيف نحن عم نحضر الجيل الناشئين تيكبروا بيفوتوا بعدين بيصيروا محلنا، هيك بدهم يشتغلوا كمان تيقدروا يقلعوا ويوصلوا على النتائج اني ريزلت يلي هن بدهم يعملوا. سيفاك قبل ما نحكي نحن وعم نحضر الحلقه، وليد بيقول لي انه انا خلص اخر سنه، وانه تارك محلي لحدا جديد، وقبل شوي كنت عم تقول لي انه انت وياه بتتفقوا سوا بنلعب سنه ما بنلعب سنه، هل رح تكون هيدي اذا صار في بطوله السنه؟ ما بعرف، ما بظن يعني الاوضاع بتسمح لبطوله السنه،
رح تحضروا حالكم لسنة الجاي ولا رح تعتزلوا أكيد. الوتر بولو؟ أكيد أكيد، شو بدك فيه؟ كل سنة صارنا 10 سنين بنقول هاي آخر سنة، هاي آخر سنة. لا لا شو بدك لا فيه؟ بس خليني أوضح أنا هون. لا لا مكفى، لأنه أنا قايل له النهار يلي بتوقف أنا بوقف. بقى سو أكيد ما رح نوقف. اللي بس بدي أوضح نقطة بهذا الموضوع. أنت سميت 4-5 أندية. أكيد نحن اليوم في عنا نوع من احترام لفئة الأعمار لما بنكون ببطولة لبنان. يعني إذا كان الفريق اللي عم بينافسنا بالمباراة فئة أعمار وصغيرة، أكيد نحن ما رح نلعب، نحن بنقعد على جنب مشان نشجعهم. نحن مش شغلتنا نجي إنه نكسر معنويات، بالعكس نحن شغلتنا نشجع الشباب مشان يكون في بالانس بالمنافسة. منافسة صح. بس بعد في فرق، وبالأخص بدي أنا أدي تحية هون، وأنا وسباك كمان نحيي فريق شباب فريق الرمال يلي هن عم ينافسوا تحت اسم الاعتسال مؤخرا، فئات أعمارهم من عمرنا من جيلنا. يعني المباراة الوحيدة يمكن بعدنا بنلعبها أنا وسباك هي لما نكون عم نواجه هذا الفريق. مشان هيك نحن يعني انا قلت لك اخر سنه ايه، لانه بدنا نضلنا عم نفكر بالاستمراريه والجيل الجديد. بس اخذين نحن احتياطاتنا او مش احتياطاتنا، اذا بدك عندنا احترام للفرق يلي عندها جيل جديد، بنحط بوجهها نفس العمر مشان تكون المواجهه حلوه واكيتاب. طيب وليد، اليوم مثل ما قلت له لسيفاك وحش هيدا الانجاز، راح انفجار المرفأ وكل هيدي الامور والوضع الصعب اقتصاديا والاحداث اللي عم بتصير بالبلد، شو عم بيحضر نادي ساتيليتي قريبا للاحتفاء فيكم بلعيبته بادارته بهالانجاز يلي هو مفخره للرياضه اللبنانيه؟ لانه طبعا وقت يكون في فريق لبناني عم بيسجل هالشيء، هذا مش بس لنادي الساتيليتي ولا للاتحاد اللبناني للسباحه، بل هو للرياضه اللبنانيه ككل. لي نحن بصراحه ان مثل ما انت قلت، يعني السنه منا للاسف يعني ما فينا مع كل اللي عم بيصير، بلش بالوضع الاقتصادي انتقل للكورونا للانفجار الكبير المؤسف يلي صار بعاصمتنا، منا بجو احتفال ابدا. مشان هيك نحن ارتقينا انه ناجل هالاحتفاليه لسنه الجاي. اصلا سنه الجاي بال 2021 بنكون صار عمر النادي 25 سنه. يعني مناسبة انه نقدر نعمل شيء يتحضر له، وان شاء الله البلد بوقتها يكون بغير نفسيه، يكون الاقتصاد شوي يتحسن، ونكون نحن كلنا يعني بجو احتفالي، ساعتها بتكون الفرحه مكتمله. إن شاء الله خير أكيد. سيفاك، شو بتحب تقول للجيل الصاعد من الرياضيين وخصوصا بلعبة الوتر بولو؟ في كتير لعيبة بيخدوك كمثال لألون وبيقولوا أنه يا ريت منقدر نوصل للي وصله سيفاك بهيدي اللعبة، هداف البطولة لسنوات طويلة، وهلأ قبل شوي وليد كشفنا أنك تاني هدافين بطولة النوادي الأسيوية. شو بتقلهم لهيدول الشباب يلي بيحلموا يصيروا مثلك؟ كيف وصلت لهون؟ راح اعطيك السر، الكي هيك يلي بنحكي بالعادة. اليوم لتنجح بحي الله شيء، ان كان بالاني كايند اوف سبورت، باي رياضه كانت، اليوم اذا بدك تصير او تستاهل اللقب البطل او اللقب يلي، اول واحد بدك تكون موجود بالبيسين قبل الكل تمرين، لنقول الساعة 6 بدك تكون قبل الوقت بالتمرين، ان اخر واحد بتفل. هيدا واحد من الاسرار النجاح والاسرار من الناس اللي عملوا ابطال. First you come, the last you leave. من هونيك ورايح اكيد ديديكيشن وتمرين وسويت، وتعذب في عذاب لتوصل لهون. ما في شيء بيجي بالهين، لانه اليوم انت عم تتمرن وغيرك عم بيتمرن، بدك تتعب. ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. بدي اختم معك وليد لاسالك، هل تلقيتوا تهاني من حدا؟ يعني نشرت بالصحف هيدا الانجاز، وزيره شباب ورياضه، مدير عام وزاره، اتحاد،
حدا هنيكم قال لكم يا خي انتم بهالظروف الصعبه وهالعتمه اللي عم بيعيشها البلد ضويتوا شمعه فتوا على مطرح بيحلموا كتار بالعالم يفوتوا عليه؟ لكون صريح معك لي يمكن لو سألت السؤال لرئيس النادي كان هو بموقع انه يجاوب اكثر، لانه انا ما عندي علم انه اجى كهيني. بس اصلا اذا ما حدا هنينا، انا ما بصراحه ما بلوم حدا بهيدي الظروف. يعني اليوم العالم الاتنشن تبعها بغير محل. بفتكر سنة الجاي بيتضوى بشكل ارتب واحسن. انا اول شيء بدي اشكر الاو تي في، بدي اشكرك انت بالذات انك عم تضوي على هذا الموضوع. يعني انتم يمكن من الوحيدين غير ديار اكيد يلي ضوى على هذا الموضوع. سنة الجاي نحن بالاحتفاليه عم نعملها كمان مشان لتتضوى اكثر، وساعتها بفتكر العالم لما تعرف بالشكل المناسب ساعتها اكيد بيكون عندها رده الفعل المناسب معنا، اكيد بيهنونا ويمكن بيعملوا واجب. نحن يعني ما بدنا شكر على واجب، نحن كمان يمكن كنا من التلفزيونات القليله اللي كنا نغطي بطوله لبنان للووتر بولو، لانه بهمنا كل الالعاب الرياضيه يعرفوا فيها الناس. ورح خبرك سر هون وليد وسيفاك، انه في مره حدا اتصل فيي باخر نشره الاخبار، قدمنا مقطع شي دقيقه وشوي عن بطوله لبنان للووتر بولو، سالني هيدي بلبنان اللعبه؟ قلت له ايه هيدي اللعبه موجوده بلبنان. انا بدي لكم مبروك من جديد، وان شاء الله منضل نشوفكم ابطال ومنشوف غيركم ابطال كمان، حتى ما نكون عم ناخذ طرف مع حدا. رح نشوف نحن والمشاهدين وانتم هلا شهاده الجينيس بوك يلي نيلا السيرتيفيكيت يلي نيلا نادي الساتيليتي، ورح نختم هالبارت الاول بروبورتاج لمده دقيقه ونص عن انجازات نادي الساتيليتي. شكرا لوليد ولسيفاغ والى اللقاء. ثانك يو.